طيب نجرب بقى المره دي ونشوف احنا وبختنا، يا اما ناخد كابتن عبد الحليم يا اما برضو حد باصص لنا في المكالمه. يا كابتن. ايوه سامعني؟ تمام. ده اللي ايدك اللي انت سامعني. الف مبروك اولا. انا مش عارف انت كنت سامع سؤالي قبل ما الخط يتقطع في من شويه ولا ما سمعتوش؟ تحب اقوله لك تاني؟ لا كنت مع حضرتك، كنت مع حضرتك. تمام. احنا كنا بنسالك على فكره ان مباريات دايما الاهلي والزمالك بتعتبر بطوله في حد ذاتها، بغض النظر هي في اول الدوري في نصه في اخره، دايما البطوله دايما الماتشات مع نادي الزمالك في كل الرياضات بيبقى لها طعم خاص جدا، واكيد مباراه الامس كانت كمان مباراه ليها يعني اكيد يعني زواياها في الاختلاف، فعايزين نعرف منك مبدئيا كده اجواء مباراه امبارح، ونهوان برضو عايزه تسالك كذا سؤال، اتفضل. ما الحمد لله على المكسب بتاع ماتش امبارح. طبعا مباراه الاهلي والزمالك مباراه قويه دايما معروفه في كل الالعاب، في كوره، في سله، في طايره، في كل الالعاب طبعا. الاهلي والزمالك يعني غير اي ماتش تاني. طبعا الحمد لله كان ماتش قوي. طبعا المباراه لما تشوف مثلا قمه السله، قمه الطايره، قمه اليد، دايما المتعه في الماتشات دي بتبقى اهلي وزمالك طبعا. فالحمد لله قدرنا نكسب يعني، والحمد لله كان مباراه كويسه والحمد لله. طبعا احنا ده النادي الاهلي طبعا متعود على كده، ان هو مش ايه شعورك بعد الفوز والكلام ده. هو طبعا انا ما سالتكش، لو تلاحظ ما حدش جاب سيره شعورك، لان احنا عارفين ان احنا فريق عينه شبعانه بطولات وفوز وانتصارات وما الى ذلك. لا انا بتكلم بس عامه يعني، هو يعني دايما المكسب بعد مباراه الاهلي والزمالك دايما ده هو الطبيعي. ده سؤال كلاسيكي اصلا يا كابتن. طيب كابتن عبد الحليم، انا عندي بس حاجه اخيره عايز اسالك عليها، لان الناس امبارح يعني كذا حد لاحظ الحركه اللي حضرتك عملتها كانت كده بالظبط في الملعب، فاحنا عايزين نعرف دي معناها ايه. انا الحمد لله يعني كنت عملت عمليه السنه اللي فاتت، كنت عامل عمليات قرحه وغضروف، كنت عملت عمليتين في سنه، وبعد كده الكلام ده كتير قوي من الناس ان ده نسي الكره الطايره وبطل رياضه فانا الحمد لله رجعت ماتش امبارح كان ماتش كويس. دي رساله يعني. مش شايفك. دي رساله. انا مش شايفك، انا فهمتها كده بس. حلوه. انا عجبتني. الطول الفارع بسم الله ما شاء الله، يعني عامل معاك ايه في الحياه؟ طبعا في الملاعب احنا كلنا لامسين فايدته، لكن انا بكلمك بقى في الحياه العاديه، فكره ان ما يكون الواحد طويل بسم الله ما شاء الله بشكل استثنائي، مش بتلاقي صعوبات في في في, في اي حاجه؟ لا في الحياه العاديه عادي. انا كنت يعني ايه طويل ده، وكانت الناس بتقول الطول ده، فالحمد لله لما ربنا كرمني وبقيت بلعب كره طايره عرفت ان قيمه الطول ده يعني الحمد لله، بشكر ربنا وحاجه كويسه بصراحه الحمد لله يعني. جميل. احنا سعداء بيك جدا وبكل الفريق، وان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الحليم عبو، لاعب الفريق الاول لكره الطايره رجال بالنادي الاهلي. حلوه جدا الحركه دي، عايزين احنا كمان نعملها دايما. فكرك. مش شايفينكم. مش شايفينكم.